واحد بيقول قد توفي أخي الأكبر العام الماضي البقية في حياتك، وكان يعمل دكتور وترك ثروة تقدر بحوالي 400,000 جنيه، وطفلين، والآن تريد زوجته الزواج من أخيه الأصغر. اهو ده اللعبة بقى، الوقت ابتدى اللعبة. معلش استنوا بس شوية. انتوا بتسقفوا على اللعب ولا على اكتشاف اللعب؟ ده ابن هاي. وقد اتفق على الزواج وأسرة الزوج تعارض ذلك، كذلك الآباء الكهنة، فكيف التصرف؟ والأخ ده بيقول حضرت من الإسكندرية اليوم لهذا السبب. أنا خاف يكون اليوم بتاع الأسبوع الماضي. طيب اليوم من الزيجات المحرمة إن واحدة تتجوز أخو زوجها، لأن أخو زوجها كأنه أخوها بالظبط، أو واحد يتجوز أخت مراته كأنها أخته بالظبط، لأن لما الاتنين بيتجوزوا بيبقوا واحد. قرايب ده يبقوا قرايب ده، قرايب الزوجة قرايب للزوج، وقرايب الزوج قرايب للزوج، أخوها وأختها إخواته، وأخوه وأخواته يبقى كأنهم أخوة ليه، كله زي أبوه كأنه أبوها وأمها كأنها أمه، كله زي بعض، بقوا أسرة واحدة. فالزيجة دي محرمة. وفي الكتاب المقدس في لاويين 18 ولاويين 20، ارجعوا لي، لاويين 18 ولاويين 20 يحرم هذه الزيجة ويقول إنها نجاسة، يحرم هذه الزيجة ويقول إنها نجاسة. بهذه المناسبة وعندنا عدد كبير حاضر معانا من الآباء الأسقف ومن الآباء الكهنة، أحب إنكم في محضر الخطوبة وفي عقد الزواج لابد أن يذكر قرابة أو نسب الزوج والزوجة، قرابة أو نسب الزوج والزوجة، علشان إذا كانت زيجة محرمة نقدر نكتشفها. يعني لما يجي واحد بيخطب واحدة ويطلب إنه يعمل خطوبة، لابد تقوله في محضر الخطوبة نوع القرابة أو نوع النسب. فإذا كان أخو الزوج أو أخت الزوجة يبقى مرفوض، وإذا لم يذكروا مثل هذه القرابات يبقوا بيزوروا في عقد رسمي، يبقوا إيه؟ بيزوروا في عقد رسمي. فأخو الزوج أصغر أو أكبر محرم. زمان زمان أيام اليهودية كانت هذه الزيجة محرمة ما عدا استثناء واحد فقط، إذا مات الأخ وليس له نسل يبقى أخوه ياخد مراته ويتجوزها، والابن البكر اللي يتولد يتعمل على اسم المتوفى لكي لا يمحى اسمه من إسرائيل. دلوقتي تقدر واحد يتجوز والولد اللي يخلفه لما يجي يكتب له شهادة الميلاد يقول ابن الميت اللي مات من قيمة كذا سنة، ده يبقى تزوير في أوراق رسمية يروح فيها السجن. يقدر واحد يخلف واحد ولما يجي يسجله يقول ده ابن اخوي، ومش ابن اخويا بس، ابن اخويا اللي مات. الكلام ده كان زمان لما بتحفظ الانساب بتاعت
أسباط إسرائيل، ولما بناء على الأنساب بتحفظ نواحي الميراث، ميراث كل سبط. الحاجات دي انتهت، لا بقى في أسباط وميراث، كل ده انتهى. كمان حاجة تاني، حتى بالنسبة لاستثناء إسرائيل ده اللي موجود في التثنية 25، بيقول إذا مات وليس له نسل، وهنا بيقول أخوه مخلف عيلين بيعمل معهم إيه دول؟ يعني حتى القاعدة بتاعت الاستثناء غير متوفرة. وهذا نفس الكلام الذي كان حوارا بين السيد المسيح وبين الصدوقيين اللي ورد في متى 22. قالوا له كان السبع أخوة، سبع ايه اخوة، اتجوزوا واحدة، اتجوزها الاولاني ومات، واذ لم يكن له نسل، اذ لم يكن له نسل صارت لاخيه، ومات الثاني ولما كان لم ينجب ابن صارت للي بعد منه. اذا الشرط ان ما يكونش ليه اولاد كان شرط اساسي حتى في استثناء العهد القديم. يعني العهد القديم اولا الزيجة كانت حرام ومنجسة، ثانيا الاستثناء الوحيد ان الاخ اللي يموت يكون له ليس له نسل، ثالثا ان اذا جاب الجديد نسل يكتب باسم القديم. كل هذه اشياء غير موجودة. والاخ الاصغر ده اللي عايز يتجوز 400,000، اسف اللي عايز يتجوز مرات اخوه، انا اسف. اللي عايز يتجوز يعتبر كانه بيتجوز اخته بالظبط، او هي بتعتبر كانها بتتجوز اخوه، لان اخو زوجها كانه اخوه. واحنا هنتصل بالاسكندريه النهاردة بالتليفون وبكرة ونقول لهم لو جت لكم هذه الزيجة امنعوها منعا. على كل الحمد لله احنا في صيام الرسل، يعني ما فيش زيجات، بس نجهز عليها ونوضبها، نوضب منعها بحيث انها لا تتم، الا لو قالوا روح اتجوز انجيلي، حسب الانجيل مش مظبوطه.